بدنا نخوف النساء أو الأسر بشكل عام، هم تحدي. نعم. كيف بنقدر انه نسيطر عليهم؟ كيف بنقدر نعالجهم؟ اذا هلا في صبيه عم تسمعنا وعندها ليفه رحميه وعم تكبر بشكل عام، وهي ممكن انها عم بتفكر بالزواج، ايضا المتزوجات اللي ممكن انهم حابين انه ينجبوا ايضا اطفال يعني لمره ثانيه او ثالثه. القرار العلاجي من اي شكوى يحتاج للجرأه والشجاعه، من اي شكوى مرضيه. مخاطره؟ لا، هي ليست مخاطره. نعم. هلا يعني انا بقول لك، يعني اكيد اللي في شيء مزعج وما حدا بحبه، خصوصا السيده اذا سمعت انه العلاج عمليه مثلا وهاجس العمليه. وطبعا يعني هو جزء أسوأ جمله احنا بنقولها بعلاج الليف، خصوصا لما يكون علاج جراحي، هناك نسبه بسيطه ضعيفه لكنها وارده انه بامكانيه استئصال رحم اثناء استئصال الليف، اذا حصل عندي نزف ما قدرت أنا أسيطر عليه كجراح، فبتصير حياة الست أولوية. وقبل ما أذكر طرق العلاج، لابد هون من المرور على ذكر شغلة، إنه الليف نسبة تحول هذه الألياف إلى أورام سرطانية لا تتجاوز 1 بالألف. فعشان هيك إحنا حيدنا الورم السرطاني من الألياف. نعم. هي ممكن تحصل بعض التحورات على الألياف، اللي بعض التغيرات نتيجة نقص التروية الدموية ممكن يعمل ألم، أو ممكن تحصل كذا نوع من أنواع التغيرات، لكنها هي تغيرات حميدة. هلأ تشخيصها مهم، ولتحديد طريقة العلاج هناك عدة عوامل. هلأ من العوامل مثلا عمر السيدة، عدد أفراد العائلة، الشكوى من إيش هي بتشتكي، الإمكانات المتوفرة، مكان تواجد الليف. هلأ الليف الموجود على الطبقة الخارجية للرحم علاجه غير عن الموجود بعضلة الرحم، أعداد الألياف وسرعة كبرها يمكن، وسرعة أو حجمها، أو حجمها، خلينا نسمي لك حجمها بالزيارة الأولى. نعم. متأسف أحكي لك أنه تفاجأ، وهذا موجود بمجتمعنا وما بعرف شو سببه، انه حجم الليف بوصل، يعني بوصل حجم كبير كبير. يعني اذا انت بتشوفي هذه السيده بتقولي هاي سيده حامل بالشهر السادس وهو ليف، الشهر السادس هو ليف. ليش؟ هي تفكره نصاحه، او هي تسمع النصائح من المحيطين، وتسمع قصص انه فلانه كان عندها وشالوا لها رحمها، فلانه كان عندها صابها نزف. طب دكتور، يعني هلا اذا بدنا نحكي عن الاجراءات العلاجيه لموضوع الالياف، ما في ادويه، يعني اللي هي العلاج الوحيد للالياف هي الاجراءات الجراحيه اللي بتقرروها حسب المعطيات اللي تفضلت. شوفي سيدتي، بشان انا اذا بدي احكي، انا راح احكي العلم، نعم، خطوات العلم، وبالاخير راح احكي رايي انا كجراح. نعم. هلا خطوات العلم، هناك في علاج انتظاري، خصوصا اذا كانت الياف صغيره، بوحده عمرها 47 48 سنه، يعني بنقول ما زالها اقتربت على موعد سن الامل. نعم. فلا بد يعني اذا بنقدر نستنى شريطه ان لا تتاثر حياتها، وما يكون عندها نزف لدرجه يوصلها لفقر الدم. انا احد اهم الاسباب اللي بركز عليها بالاصرار على الخطوه الجراحيه فقر الدم، لاني بحكي الجمله التاليه: فقر الدم عليك كسيدة أخطر من وجود ورم سرطاني بالرحم، لأنه فقر الدم سيؤثر على وظائف الجسم الفسيولوجية، الدماغ، العيون، الغدد، القلب، الرئة، الكلى، الكبد، الأعصاب، العضلات، ما هي كلها هاي تعتمد على قوة الدم. لما أنت بتخسر الدمات هذول، إذن هذا راح يتأثر. صحيح. هاي واحدة. اثنين، الشكوى اللي أنت بتشتكي منها، وليش احنا بدنا نشيل الليف. انا مثلا في علاج انتظاري، في علاج هرموني، هلا بعض العلاجات الهرمونيه، لكن انا بسميها العلاجات الهرمونيه، هي ليست اكثر من يعني علاجات مرحليه بسيطه، اللي هي التقليل من الاستروجين حتى ما يزيد. في علاجات التداخل الراديولوجيكال، التداخل بالزملاء لهم تداخل عن طريق إغلاق الشريان الرئيسي اللي بغذي الرحم، لكن أنا شخصيا هذا أنا ما أمارسه هو العلاج الجراحي، بجوز لأني جراح، ونمرة اثنين لأني أنا بعتقد
انه في جمله نسال عليها دائما، دكتور طيب اذا انا شلت الليف خلص انتهت مشكلتي؟ انا ما بوعدك انها انتهت مشكلتك، انتهت مشكلتك الان، لكن لازم تتذكري انه الرحم اللي طلع ليف هو قابل يطلع ليف. فانا بدي اسال نفسي سؤال، ما هو الهدف من المحافظه على الرحم؟ اذا كان الهدف لناحيه انجابيه مرحب فيه، وبغير ذلك الرحم لا وظيفة له بجسم السيد. طب دكتور يعني سريعا سريعا، لأنه في سؤال من المعدة نادية الحنيطي، اليوم إحنا موضوعنا عن الألياف الرحمية، بس بنعرف إحنا بشهر أكتوبر وبكل الأشهر عم نشجع لفحص الثدي أكيد للمبكر للحماية من سرطان الثدي. لما نحكي عن الألياف اللي موجودة في الصدر شو هي؟ هاي هل هي خطيرة؟ لما بقول الدكتور بروح بيفحص الواحد ميموغرام أو الألياف التي موجودة في الثدي هي صورة طبق الأصل عن الألياف الموجودة بالرحم، ولها نفس الهرمون المؤثر، الهرمون الذي يؤثر ويساعد بنمو الألياف في الرحم هو نفس الهرمون الذي يساعد بنمو هاي الألياف. هي حميدة ما بتخوف، وأنا بشجع كل واحد على هذا الفحص لسبب أنه اللي هي قاعدة اكتشاف أي شيء ببداياته علاجه أسهل. الهدف من الماموغرام ليس اكتشاف الألياف بقدر ما هو اكتشاف وجود بوادر بؤر لأورام. فالألياف هي نفسها لسبب، والهرمون المسؤول عنها هو هرمون الأنوث العظيم اللي هو هرمون الأستروجين. كل الشكر لك دكتور كميل أفرام، استشاري نسائية وتوليد وأورام بمستشفى الجامعة الأردنية. تحياتنا لك، وإن شاء الله يرب الصحة الدائمة للجميع. شكرا لك، شكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. فاصل ونواصل.